كلية الحقوق أو كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمراكش، كلية تم تأسيسها منذ 1979، وهي كلية من الكليات العتيدة المعروفة في المغرب من خلال أولا خريجيها على مدى السنوات، ومن خلال أن هؤلاء الخريجين أنهم يتبوؤون مكانة خاصة في مجموعة من القطاعات على مستوى بلدنا الحبيب. فكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمراكش كما قلت هي من ضمن المؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياد 14، وهذه المؤسسة فيها يعني ما يتجاوز يعني 36,000 طالب، وإن كان أنه إن قمنا باحتساب يعني الطلبة المسجلين في عدد من الفصول يعني في إطار ما يسمى بالإدماج، فبطبيعة الحال أنه يمكن أن نصل إلى ما يتجاوز 40,000 طالب. وكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمراكش تتضمن إلى جانب المقر المركزي لها، هناك مركز الجامعي لقلعة السراغنة الذي يقارب عدد الطلبة فيه يعني حوالي 7,000 طالب. إذا جمعنا هذا العدد فسنجد على أنه هناك ما يقارب 50,000 طالب، يعني سواء تعلق الأمر بكلية الحقوق بمراكش أو المركز الجامعي لقلعة السراغنة التابع بطبيعة الحال لهذه الكلية. بالنسبة لعدد الموظفين والأساتذة بهذه الكلية فهناك 176 أستاذ وهناك 74 موظف، وهذه الكلية أبرمت مجموعة من الاتفاقيات التي تتجاوز يعني عدد كبير من الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات تشمل عدة مجالات ومع عدة قطاعات، وهذا من طبيعة الحال نتيجة لانفتاح الكلية على محيطها وعلى محيطها المحلي والجهوي، وكذلك انفتاحها على المحيط الوطني بل والدولي كذلك. كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية كلية فيها أربع شعب، إذن هناك شعبة القانون الخاص، هناك شعبة القانون العام، هناك شعبة التسيير، وهناك شعبة الاقتصاد، وهناك كذلك مجموعة من مختبرات البحث ومجموعات البحث التي تصل من حيث عددها إلى 14 مختبر ومجموعة. وكذلك على مستوى التكوينات فهناك ما يقارب تقريبا 23 يعني ماستر فيما يتعلق بالتكوينات على مستوى الماستر، وهناك مجموعة من المسالك، فهناك مسلك القانون الخاص، مسلك القانون العام، ومسلك الاقتصاد، ومسلك التسيير، وهناك المسالك الجديدة المقترحة إن شاء الله بالنسبة للسنة المقبلة بالنسبة للباشلر. فبالنسبة لكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية قدمت سبعة مقترحات بالنسبة للمسالك، سواء بالنسبة للاقتصاد أو للتدبير أو للقانون الخاص أو للقانون العام.
كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية كذلك أنها من بين الكليات الكبرى التي خصوصا وفقا للمنظام الجديد بالنسبة للمصالح الإدارية أنها تتكون من ثمان مصالح. إذا هناك ثمان مصالح عوض 14 الحالية، وهذه ثمان مصالح هي تتعلق بكل ما له علاقة بالبحث العلمي وبالتدبير الإداري وبالتدبير المالي، وكذلك ما يتعلق بالشأن البيداغوجي. وهذه المؤسسة كما قلنا هي مؤسسة تستقبل عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، خصوصا من طلبة من جنوب الصحراء، وهؤلاء الطلبة أنه يصلون ويقاربون تقريبا ما يقارب 200 طالب. وبالنسبة لهذه المؤسسة كذلك أن هناك عدد من الخريجين الذين يتخرجون تقريبا يعني سنويا يقارب أو يتجاوز 4000 طالب. بطبيعة الحال نتحدث عن الإجازة ونتحدث عن الماستر ونتحدث عن الدكتوراه. بطبيعة الحال هذه الكلية كذلك في إطار انفتاحها فهي كلية تقوم بمجموعة من الأنشطة، ولعل يعني تبوء هذه المؤسسة الريادة فيما يتعلق بالجانب الرياضي والجانب الثقافي والمسرحي على مدى سنوات، فنتيجة للمجهودات التي يقوم بها الساهرون على الشأن الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمؤسسة، وكذلك باقي المصالح الإدارية إضافة إلى مختلف فئات السادة الأساتذة الذين نشكرهم والذين يساهمون بشكل كبير في النهوض بالمهام البيداغوجية ومهام البحث العلمي، وكذلك بكل الأنشطة الموازية الجامعية التي تقوم بها المؤسسة. سأخاطب باللغة الفرنسية الطلبة الأجانب المنتمين إلى إفريقيا وإلى جنوب الصحراء. Pour nos étudiants qui sont issus des bien sûr de subsahariens, donc il y a à la faculté de droit, la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, il y a un nombre qui avoisine 200 étudiants au sein de la fac de droit, y compris la licence, le master et le doctorat. Bien sûr, nos étudiants ils participent à des activités culturelles et sportives, et nous comptons à partir de l'année prochaine, surtout après la levée du Covid-19, on l'espère bien, on va organiser des événements, des manifestations culturelles qui seront organisées en but d'intégrer mieux nos étudiants qui font partie des pays subsahariens. Donc ils sont dans leur deuxième pays et bien sûr ils sont bienvenus à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Tous les étudiants, toutes les étudiantes subsahariennes, étrangers qui sont inscrits à la faculté de droit de Marrakech, et par la même occasion je souhaite à tous les étudiants étrangers un bon séjour et une bonne formation à la faculté de droit de Marrakech, et à l'instar bien sûr de nos étudiants qui font partie de notre pays, en leur souhaitant un bel avenir, Inch'Allah. Donc merci à vous et bienvenue à la fac de droit de Marrakech.